صحيفة القدس العربي فقد قالت إن مجلس القيادة الرئاسي عانى منذ تشكيله من مشاكل تعتبر نتاجاً طبيعياً لتعارض مشاريع أعضائه، وهي المشاريع التي لم يستطع المجلس تذويب أهدافها برؤية واحدة في مواجهة جماعة الحوثي. ونقلت الصحيفة عن مصدر قوله إن المجلس سيكمل عامه الأول ولم يحقق أي تقدم في أي جبهة، لأنه لم يستطع توحيد مواقف أعضائه بما يعزز من وحدته الداخلية. وأشار المصدر في تصريحه لصحيفة القدس العربي أن هذه الأحداث تؤكد أن هدف التحالف من إنشاء المجلس هو تمزيق وحدة جبهة الحكومة لصالح خدمة مشاريع الرياض وأبو ظبي. ولفت المصدر إلى أن مجلس القيادة لن يستطيع رأب الصدع الذي يحول بين وحدة مواقف أعضائه، لأن كل عضو يعمل في سياق مشروع مختلف، وإن تقاربت بعضها لأن المصالح الإقليمية قد حددت لكل عضو مسار يمضي في طريقه.